يبقى ممكن عزيزي المشاهد تكون عندك مواعيد من الله، صدق في مواعيد الله ان هيحققها، وحتى الامور والظروف الصعبه اللي انت بتمر بيها نقدر نقول مع بولس: ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الله يوعد ابراهيم ان يكون لك نسل من ساره، بين الوعد وبين تحقيقه 25 سنة. الله يتكلم بالنبوة على أشعياء: من العذراء أنها تلد ابنا، بين نبوة أشعياء النبي وبين تحقيقها على الأقل 700 سنة. وتيجي النبوة تتحقق، ولما الملاك يروح يبشر القديسة العذراء مريم بميلاد المسيح وتجسده، يعجبني إيمانها الرائع، تقول له: ليكن لي كقولك. ده أنت عذراء. الأول قالت له: كيف يكون لي هذا وأنا لم أعرف رجل؟ بس لما آمنت وتيقنت قالت له: اللي أنت تكلمت به ليكن لي. امتلكت الوعد. فالله يقدر يحقق وعيدك. هل الله معطي لك مواعيد؟ اسمع عزيزي المؤمن، عزيزي المشاهد، يا من تتحير قدام مواعيد الله وبتقول: إن رب موعدني بس لسه كل الظروف عكس كلمة الإيمان، كل الظروف عكس الوعد اللي الرب قال لي بيه. أنا عايزك النهاردة تصدق وتاخد قدرة زي ما سارة أخذت قدرة على إنشاء نسل رغم أن رحمها ميت. أول اختبار معجزة إقامة من الموت في الكتاب المقدس اختبرته سارة، لأن سارة رحمها ميت وأخذت قدرة، أي رحمها عاد للحياة وعاد للعمل كعذراء أو كامرأة متزوجة، فأخذت قدرة. دي مين اللي دالها القدرة؟ الإيمان بعمل تتميم مواعيد الله. فصدق أن الرب يتمم مواعيده معاك مهما كان الواقع. أيوة. الواقع مر، الواقع صعب، ظروف مستحيلة، بس الله بيقول لك: أنا إله المستحيلات. فالإيمان ينفعك في هذه الحالة.